أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولي العمومي للمواشي ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 8/1/2023 وتعالوا نشوفوا أسعار العجول الذكورة اللحم البقري مع جزارين كفر الدوار الله يبارك لهم ويستحالهم. بسم الله ما شاء الله. معلم حسن ب160 الكيلو؟ إي الله يبارك لكم. جزارين يا معلم حسن بيبيعوا 160 يا جماعة حاجة. بسم الله ما شاء الله كفر الدوار وتجار كفر الدوار بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله أكبر. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله على المال. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي. جزارين كفر الدوار يا جماعه بيعوا 160 جنيه الكيلو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. جينا الرقم يا حاج حسن والله لو حد عايز حاجه اتواصل معاه. 011 4 85 30 8 9 7 فين كفر الدوار بالظبط؟ سيدي شحاته زويل يا حاج. زويل سيدي شحاته كفر الدوار يا جماعه. جزارين كفر الدوار الله يبارك لهم مصلح حالهم بيبيعوا اللحمه ب 160 جنيه بسم الله ما شاء الله. عجول من العجول الفاخر يا جماعه ايات بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع اللهم امين بسم الله ما شاء الله. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. ناخدنا رقم يا جماعه اللي عايز حاجه اتواصل مع المعلم حسن بتاع كفر الدوار زويل الله يبارك له ويصلح حاله بسم الله ما شاء الله. الخرفان يا جماعه السوق على ميزان السوق ده منور بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا نبي. كامك بيه؟ كام والله؟ اديله حساب ميزانه الاول بسم الله ما شاء الله. كامك بيه؟ 80 كيلو. 80 كيلو ماشي. كام الكيلو يا حاج؟ ماشي كام الكيلو؟ يا حاج يا معلمي ماشي كام الكيلو بخرفان؟ 75 75 اسمك بالكلام ده كله ب 100 الله يبارك لك ب 100 يا حاج. ايوه في حاجه ب 75 النهارده الله يبارك لك يا حاج ب 100 يا جماعه. الخرفان جاي معايا بسم الله ما شاء الله. 80 كيلو لحمه اهو جاي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني عامل 8000 جنيه على 100 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. 80 كيلو يا جماعه ب 100 ب 8000 يا حاج. هنا واحده هنا حبيبي صباح الفل حبيبك دي عم محترق. عمك طارق والنبي عم طارق صباح الفل يا غالي. طارق اللي وحشني الله يبارك لك. الخرفان ماشيه كام الكيلو جاي ب 100 جنيه يا جماعه؟ جه 80 كيلو بعمل 8000 عامل 8000 يا جماعه. صباح الفل يا رجاله نهاركم زي العسل. الله يقويكم يعينكم يعين الجميع يا رب اللهم امين. احنا في سوق العجول الذكوره اللحم البقري يا جماعه في سوق دمنهور اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. معلم احمد الملكي صباح الفل يا غالي. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.